ايش تبغى؟ لا 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 بتطول، يلا بسرعة. أنا مع عسكري يا أخي. وين راح أنت يا أخي؟ أنت في برنامج استهتار واستهبال في محكمة. أرجع يا رجل السجن، أرجع رجع أرجع رجع لا رجع والله أنت ترجع للسجن أرجوك. أنت استهتار ومناوشات ونقاشات. أنت شوي وتطب، أقول أنت شوي وتطب بحفرة. أنطق في الكرسي، إيش تبي أنت؟ مناوشات. انا ما نطيت. انت في محكمة محترمة. انا ما انت وقع عليك اتهامات. انا ما نطيت. اصمت انت، لا تجي ادارة ظالم ظالم ظالمني. يلا طيب تفضل يا المدعي. يا حضرة القاضي، يكفيني اتهام بهذا الرجل اتهام واحد فقط. تصدق انه يقلد فقرة النومنية ويستهزئ بها؟ هذا حصل يا حضرة القاضي في يوم 21، بس يكفي على القاضي. اطلب بخروجه من البرنامج. اوف. نعم. من هو؟ جابر المتهم. جابر حكماني. نعم. تفضل. ليش قاعد تقلد الكابتن والاعلامي القدير ابراهيم المعيدي في فقره النمونيه؟ للاسف. وهل تقليدك كان محكم وفن ولا استهتار؟ لا والله كان يعني من محبه لابراهيم المعيدي. تسلم ويسلم راسك. وثانيا في حاجه مهمه. يا رجال اسكت. لا المدعي أسكت. المدعي بس اقول حاجه. المدعي ما حد. لا لا اله الا الله، تعوذ بالشيطان، تعوذ بالشيطان. وقف وقف. المدعي ممكن اقول حاجه؟ اسكت. المدعي ما حصل حاجه. يا رجل اسكت. خليني قال اكتفي. انا ما اعطيتك سيد القاضي. اسكت اسكت. كلبسه كلبسه رجال. تفضل المحامي، تفضل تفضل. لا اسكت، انتم مسوين مقلق. اسكت اسكت تكفى اسكت. لا هلا تفضل المحامي، ما اعطيتك فرصه تتكلم. سيدي القاضي، انا اطالب بالهدوء في المحكمه. تفضل. انا اطالب بالهدوء في المحكمه. ايه حكمت المحكمه. دقيقه دقيقه، ما نسمع ذا. تفضل. طيب عندك تعقيب بتقوله للمدعي؟ المدعي المدعي ضعيف جدا، لانه ما عنده حاجه، فقال اكتفي بتقليده للنمونه. ما عنده حاجه مسكين. عندي اشياء كثير، لكن هذه كارثه يا حضره. وثانيا انا صراحه معجب بهذا اللي جنبك، بهذا التمثال. تستهتر بالمستشار؟ لا لا لا. حكمت المحكمه لهذا الجميل وتجاوزاته لاعضاء مجلس الاداره، ولكن تقديرا واحتراما للحق العام وأن نحكم بعدل، لقد تبرى هذا الرجل وعودته لزملائه.